على الرغم من آلام الأزمة السورية التي طالت الحجر والبشر ونتائجها السلبية على كافة الأصعدة، خاصة النفسية لدى المرأة والطفل، جاءت جهود وزارة الإعلام ضمن مشروع ورشة عمل ضد العنف الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التربية وبالتعاون مع اليونسكو بهدف تطوير قدرات الإعلاميين لتقديم الرسالة الأفضل. معلومات أكثر عن الموضوع رح نتعرف عليها مع الأستاذ عمار غزالي، مدير الإعلام التنموي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. أهلا، يسعد صباحك اهلا أستاذ بك. عمار وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي ونتعرف أكثر عن ورشة العمل، يعني بتفاصيلها. هاي الورشة الثانية تأتي ضمن مشروع مناهضة العنف القائم على النمو الاجتماعي. هذا المشروع تم التنسيق مع مكتب اليونسكو في بيروت واللجنة الوطنية اليونسكو في وزارة التربية في سوريا. المشروع هذا يأتي ضمن مشروع المساهمة، يقدم كل سنتين مرة. قدمنا احنا كوزارة إعلام هذا المشروع، تم القبول عليه، لأنه اليوم نحن ركزنا هذا الموضوع لأنه المرأة اليوم السورية هي بحاجة كتير لشغل بالإعلام. تعرضت كثير، فهي ام الشهيد، اخت الشهيد، زوجه الشهيد، يعني هي اليوم الحامل الاكبر للازمه او الحرب في سوريا اذا جاز التعبير. حقيقه يعني احنا بنعرف مثلا الشهيد استشهد راح لربه، وصف مين اللي حامل الاسره؟ هي المراه. فاليوم الاعلام منوط فيه، وعلى الاعلام نحن بتعرفي في كثير شكاوى على الاعلام، اعلام مقصر، اعلام مقصر. وزملائنا الاعلاميين اللي دخلوا سوق العمل الاعلامي خلال فتره الازمه كان في قله في التدريب، في الدورات، في شح في التدريب، فبحاجه دائما لتطوير المهارات. في اتفاقيات دوليه دائما تتطور بتتحدث، في تحفظات للجمهوريه العربيه السوريه على بعض البنود. هاي الاتفاقيات صح موجوده ومتاحه ومتوفره على الانترنت، لكن الصحفي ما بيعني الاتفاقيه بشكل عام كجسم، احنا بيهمنا يعرف اللي كيف يوظفها في التقارير الصحفيه تبعه. فهي الورشه اول شيء بناء قدرات الاعلاميين، تعريفهم باهم الاتفاقيات، تحفظات السوريه، ليش في سوريا متحفظه، تعريفهم فيها، كيف يستخدمها يوظفها في تقارير وفي اعداد التقارير الفيتشرات. اضف الى ذلك احنا بالورشه تعمل 3 ايام، ما راح نبني من الصحفي، نخلق من انسان صحفي او مدرب او شيء، هي عباره عن عصف ذهني، تذكير بالمعلومات، تبادل اراء بينه وبين زملائه من القطاعين الحكومي والخاص. والورشه تهدف كمان لتطوير الرسالة الإعلامية بتتماشى مع الوضع اليوم اللي نحن ماشيين في سوريا. طب بما أنه عم نحكي عن تدريب الإعلاميين وخاصة على مواضيع العنف الاجتماعي، مثل ما قلت حضرتك يمكن قليل من الإعلاميين عم يتعاملوا مع هاي المواضيع، إن كان صحفيين أو حتى إعلام يعني مرئي. خلينا نحكي الهدف من تدريبهم، شو الرسالة اللي حابين توصلوها من خلال تدريب الإعلاميين؟ هل في مشاريع حتى أو أفكار لبث بعض البرامج عن العنف الاجتماعي؟ تماما. هلا نحن مش ما بتعرفي حضرتك، كان الفتره الماضيه الحيز الاكبر في الاعلام هو الجانب السياسي او العسكري. صحيح. اليوم البوصله تغيرت، انحرفت كثير، بوادر النصر يعني لاحت، في معطيات جديده، مرحله اعاده الاعمار يعني بلش انشغل عليها جاهزه. فبناء نحن في عندنا خطه للاعلام التنموي اقرت برئاسه الحكومه ب 25/4. هاي الخطة من أحد أهدافها تدريب الإعلاميين بناء قدراتهم والعمل على قضايا المرأة، قضايا الطفولة، قضايا كذا في الإعلام. فنحن بنهيئ من هلا الإعلاميين، فرق الإعلاميين، الإعلاميين يكونوا جاهزين مدربين، حاملين معهم يعني ذخيرتهم اللي هي المعرفة من هالمواضيع، حيبشان لما هلا إحنا في عنا في صدد بس فواصل إنتاج مواد إعلامية لتوعية المرأة، لأنه إحنا اليوم دائما قد ما حكينا في الاعلام بضل هي شيء في الدراما اقرب لقلوب الناس وصوله في المعلومه. فيعني مواسم رمضان هي اكثر مشاهده، بتعرف انت بتاخذ حيز اكثر شيء دراما، فكان هلا حتى عندنا جلسه مع كتاب دراما حول هذا المواضيع، تعريفهم فيها، تعريف القضايا شو هي ماهيتها، بشان لما يوصفوا انه في كثير من الاسف في قضايا دراما عارش المراه تناولتها على اساس انها سلعه وسوقتها بطريقه سيئه كثير لا تليق بالمراه السوريه حقيقه. في بعض المواقف يعني دراما احيانا اخفقت واحيانا حلقت، فليك متتاثر الناس في الدراما وخاصه بالشاميه او المسلسلات القديمه. فنحن ما بدنا نضلنا نتغنى بامجاد الماضي ان كانت سلبيه ولا ايجابيه، احنا اليوم واليوم شباب يعني المقبل على الزواج ان كان الفتيات اليوم عندهم المبدا الاساسي او المرجعيه الاساسي في الاعلام هو وسائل التواصل الاجتماعي، واللي هي صارت مسيطره على عقولهم بجلساتهم بقعداتهم، ما فينا ننكرها صارت جزء من حياتهم اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، بغض النظر شو هي، بالبيت، بالكافيتيريا، بالمطعم، بالجامعة، بالسيارة، بالسفر، أو بياخذ حيز، فهي مصدر المعلومة. فنحن بدنا نلجأ اليوم كمان جزء من وسائل التواصل الاجتماعي كيف نعرفهم، كيف يقدموا الرسالة بطريقة مختصرة، لأنه حتى اليوم حتى جلد ما عنده جيل يقرأ المقالة الطويلة أو يسمع مثلا تقرير طويل، لك أعطيني
عرفت شلون؟ فهي كمان احنا عم ندرب اللي عم يشتغلوا بمواقع التواصل الاجتماعي ان كان من القطاعين الحكومي والخاص، كيفيه تقديم هذه الرساله بس يقدمها بطريقه صح وطريقه بسيطه ومقبوله للعالم، عشان توصل الرساله باقدر عدد ممكن، لانه احنا مقبلين بكره بدها تيجي تتهافت عليك المنظمات الدوليه من نعمل، عشان احنا ما نجي من فراغ انه احنا ما عم نشتغل، احنا مؤسسين ومشتغلين، وهذول الاعلاميين الشباب زملائكم كلهم يعني صار عندهم ذخيره من المعرفه بهذا الموضوع، يعرفوا قضايا المراه كيف يتعالجوها، شو هي اهم القضايا التركيز عليها، لانه احنا كمان معنا شركاء بالوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، هيئه السوري شؤون الاسره والسكان، هي معنيين بهذا الملف، لكن احنا اعلاميين علينا ندرب الإعلاميين كيف تناولها بالإعلام، كيف تسليط الضوء عليها، صح. مو قضية إنه والله غطينا تقرير أقامة المديرية ورش، لا نحن هذا مو هدفنا، هدفنا إنه تطوير الرسالة وتقديم تقرير جذاب فيتشر يتقبلوا الناس فيه، نوع من الكوميديا، نوع من المعلومة، نوع من الكذا، إنه هذا اليوم اللي يلجأ إليه العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، خلينا نحكي شوي، يمكن خلال السنوات الماضية كثير من المحطات أو كثير من الإعلاميين يمكن عملوا على أرض الواقع إما أفلام وثائقية أو تقارير بتخص المرأة، بتخص الحياة بسوريا، بتخص الحرب، ويمكن خلينا نحكي أنه ما تم تسويقها بالشكل الصحيح لإيصالها للمشاهدين. مثل هيك حالات أنتوا كيف بتدربون للإعلاميين لحتى يمكن توصل بالشكل الصحيح أو توصل بالشكل الأسرع للمواطنين أو للمتلقي؟ تمام، هلا احنا عملنا فواصل ودعينا الصحفيين، وانا عبر قناتكم المره الماضيه من شو هي الركيزه الاساسيه؟ هلا الركيزه الاساسيه يعني الفيلم الوثائقي اليوم او التسويق، نحن عبر شاشاتنا بس عبر شاشات التلفزيون القنوات كلها، من بس للي ابي يقدم لنا فكره حلوه، وانا حكيتها هون عبر شاشتكم انه اي شاب خاصه بالاعلام اعلامي بشوف عنده فكره لفيلم قصير او فاصل او اي شيء نحن بنتبناه فورا من منجو اذا كان في رساله هادفه خاصه، يكون يعني مثلا يقدم معلومه جديده، ما انه والله تقليدي او مثلا تسويقي او مثلا انا بهمني والله انه انتجت فلان، لا انا بهمني فاصل يكون يقدم معلومه، سوق احنا بنبثه عبر قنواتنا او بنبثه مجانا عبر كافه القنوات الفضائيه، دراما، نور الشام، الاخباريه، الفضائيه السوريه، هي المتاح ان هي القنوات متاحه ان احنا نبث فيها او نسوق لها شيء، لكن نحن للاسف لهلا ما تقدم لنا هالافكار اللي مثلا تضفي، فنحن بنضطر نلجا للكتاب اللي مثلا نتعامل معهم سابقا. وأنا مثلا بشوف مثلا كاتب كتب 10-15 فاصل أخذ حقه وزيادة، ما عاد عنده أفكار جديدة، أنا بهمني الشباب هو شو بفكر، ونحن قلنا له لأي صحفي، احنا قريبا رح نعلن عن جائزة الأفضل تقرير، أفضل صورة، أفضل كاريكاتير، أفضل شيء، أفضل مادة صحفية يمكن بس في التلفزيون. نعم. طب خلينا نحكي لك عن المعايير كمان اللي تقام عليها المواد الإعلامية اللي عم تحكي ضد العنف الاجتماعي. المعايير اول شيء نحن عندنا هلا في صدد نحن انجاز دليل للاعلاميين كيفيه تناول القضايا العنف القائم النوع الاجتماعي بشكل اكاديمي، اول شغله عندنا فصل فيه راح يكون كيفيه اعداد المقابلات مع الناجيات، مع النساء المعنفات، كيف طريقه الحوار معها، كيف تهيئتها نفسيا، لانه اليوم العامل النفسي اهم شيء، يعني مثلا في اخطاء مثلا كانت تعد في التقارير، انا مثلا بتذكر في احد التقارير بس مثلا احد النساء الناجيات من الاغتصاب الا احسن كم مثلا كم واحد مثلا فات لعندك على الغرفه، هذا السؤال غير وارد بحق المرأة، يعني غير منطقي، في اسئله منطقيه وفي اسئله غير منطقيه، تهيئتها نفسيا، كيف تجهيز التقرير، كيف الاسئله مثلا ما بعد التهيئه النفسيه، ما بعد كذا. بعدين في شغله مهمه نحن اليوم كتابه الماده الصحفيه قصة خبرية تكون ما يحكي أنا مثلا أنا والله رأيت وسألت يعني أنا هاي نلغيها بالتقارير، حتى تكون قريبة من الشارع تماما، يعني أنا مثلا لما بدي أقرأ المقالة أنا أعيش القصة كأني دراما، كأني أنا بتخيل تخيل قدامي القصة وبعيشها بمهيتها كيفية. في نحن عنا المشاركين بالورشة من كافة وسائل الإعلام، الصحافة المكتوبة المقروءة المسموعة، مدة التقارير كمان أستاذ يمكن تماما بتلعب دور، هو التقرير ماكسيموم يعني بالستاندر العالمي دقيقتين، يعني أنا بدقيقتين ما أقدر توصل فكرتي فتقريري معناته في شيء مو صح، التقرير هو عبارة عن فكرة بدي قدمها، بدي سلط الضوء، هو بوست يعني سبوت، بدي سلط الضوء على قضية معينة، على حالة إنسانية تعمم، بدي أخذها مثلا منتشرة اليوم مثلا في الحرب، صار في عندنا حالات احنا كنا بسوريا غير واردة بقواميسنا،
صحيح. ما يعني صار في حالات من العنف على المرأة ما أنزل بهم السلطان. أنت يعني بتعرف مثلا تسويق زواج النكاح، النكاح المتعة، ما بعرف شو رب هذا اللي يسموه جهاد النكاح، ما بعرف الاصطلاحات هي، تزويج الفتيات القاصرات، الزواج المبكر، سفاح القربة، رجعت كل هالمظاهر اللي كانت مقرضة بسوريا رجعت كمان لعنا لسوريا لمجتمعاتنا. وأضف إلى ذلك في حالات أنا مثلا نعرفها نحن موجودة عندنا، يعني الشباب وصبايا مثلا خلال فترة الحصار أو الأزمة بلغت البنت، صارت مثلا انتقلت من مرحلة لمرحلة فيزيائية جديدة، فيزيولوجية جسمها بتغير، فكان في شباب وكذا وتعرضت لحالات من الاغتصاب، حالات من العنف، حالات من الإهانة، حالات هاي كيف بده يتناولها الإعلام؟ في الأطفال مجهولين نسب، لازم يكون معنا الحالة والرأي الصحيح تماما. رسالة هاي بدها مواضيع استقصائية، نحن ركزنا في يوم كامل بكرة بالورشة اليوم الأخير هو عن تناول القضايا هاي بالحالة الاستقصائية، بدك الناس يتقبلوها كمان لأنه هي موجودة ولكن يمكن شوي تمام. هلا عندنا مثلا نحن مثلا اطفال مجهولين نسب، مثلا نحن مثلا شافوا حالات كثير بزاشوا ابو القتات ابو البراءه مثلا بيقول لك فات لعندي، وفي اطفال موجودين، في اطفال اليوم عندنا موجودين على الارض، هذول يعني بالاخير هون على ارض الجمهوريه العربيه السوريه وبدهم يكبروا ويصيروا وكذا، هذا كيف نتعامل معهم؟ كيف الاعلام بده يتقصى فيهم؟ هي بكره احنا ماخذين جانب كامل عن هذا الموضوع، كيف التقصي حول هذه الحقائق، العنف القائم عن تزويج الفتيات، القاصرات، الزواج المبكر، هي كل الحالات رجعت، هي كلها بده يتناولها الاعلام، هي بكره ماخذين اليوم تدريبي كامل عن هذا الموضوع بالذات. وايضا كمان في حالات كثيره كثير 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 يعني نحن لمسناها من خلال عملنا الإعلامي، من امرأة كمان نساء كانوا عم يعانوا وصاروا من خلال يمكن الجمعيات الخيرية اشتغلوا ربوا أولادهم، يعني مثل ما ذكرت ببداية حديث حضرتك كمان في كتير حالات بتفائل، في كتير حالات بتعطي الأمل تماما. في كتير حالات من وراها في رسائل كتير بتعطي قوة لآلاف من النساء يلي تعرضوا أيضا للعنف. يعني أنا خلال فك الحصار عن دير الزور يعني بس، وحتى عندكم بقنوات تقارير لما شافوا الاهالي فاتوا بيحكوا، شفنا النساء مثلا لما فرحتها انه مثلا صارت تتنفس او بتحكي قديش كانت مضغوطه، قديش مورس عليها العنف، قديش في ناس استغلت الحصار، قديش في ناس يعني حكوا كثير في شغلات انا حكيت، وفي شغلات لا تبس يعني حقيقه فين ما فينا نبسها، لانه مثلا سياسه القناه او مثلا نحن في شيء اسمه خدش للراي العام كمان نحن محترمينه باعلامنا، هذا بضل يعني بس تحت الهوى سموه كثير زملائنا الاعلاميين شافوا شغلات يعني فعلا يندلها الجبين عن حالات العنف اللي صارت في سوريا. وزملائكم كثير خاصه المراسلين الميدانيين شافوا شغلات يعني فعلا يعني مرعبه، احيانا وقت بيحكوها بيقول لك نحن ما بنصدق حالنا انه هذا موجود في مجتمعنا في سوريا هالشغلات. المجتمع الاهلي كبير، جمعيات الاهلي نحن ركزنا عليها وعملنا معهم ورشه عمل كيفيه توظيف المجتمع الاهلي، لانه اليوم هو وصول للناس ما في توصل الا من خلال المجتمع الاهلي، الجمعيات الاهليه يعني هي لها دور بس تاخذ دورها الحقيقي، مو دورها مثلا يكون مثلا بس تسويق لسلع او اغذيه او شيء، لا دورها اعمق من هيك بكثير. جزء من عملها هو توزيع المساعدات، توزيع الاغاثه، لانه نحن حتى المنظمات الدوليه كانت تعمل على ارض الجمهوريه العربيه السوريه كان سابقا عملها تنموي بحت، اليوم تحول من تنموي لاغاثي في ظل الازمه، في ظل المعطيات اللي فرضت على الارض اللي عندنا للاسف. ويا ريت كمان نشوف شي تقارير مرممه لجروح النساء. هلا رح نعمل نحن في تجارب ناجحه عملنا طبعا نحن بالشيء هذا، ونحن حتى يعني دائما انا بقول فعلا المراه السوريه زنوبيه في كل زمان ومكان، لانه هي صمدت، وفي تقارير قصص نجاح طلعناها بالتلفزيون وسلطنا عليها الضوء، وهلا نحن في صدد ان شاء الله الشهر القادم تقريبا تكون جاهزه حمله اعلاميه اعلانيه طرقيه عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، يعني عمل لوحات كثير مرتبه، رح نعرض تجارب صور لسيدات ناجحات لمجتمعنا، ناخذ صور عبارات مرتبه كذا، رح نلبسها في كافه المحافظات السوريه ان شاء الله. ان شاء الله. نعم شكرا لك لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبالتوفيق لكم ولكل زملائنا الاعلاميين. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا.